اللي يشوفني الشيف ديالي، حيت الا شافني الشيف تاعي حوين، حيت ما عنديش الحق نكيت البوست ديالي. تعبالي الصورة. مشات ختنا، مشات تنطلع عليها من الفوق ديك، اه ما بغيتش تجي تطلع ليا الدم. قلت فاكس، قلت هي مزال مقود. تستوعد من الساعة تفقدت الامل، وتم طالعة عاود تاني طالعة ونفرح. درت ليها ركبتها، بقيت تشوف يا هكا، قسما بالله انا كذبت، بيطرب بيطيرني، تشوف فيها هكا وتنشوف فيها هكا وتقول لي بيزو. انا سمعت بيزو ونقول لها او ديريكت هكا، قالت لي بيزو او صافي بيزو. تنعرف انا بيزو والفم هنا تاع لابوش ديريكت، ما كاينش ديك اللعبه تاع حناك ديريكت بيزو لابوش. لا لا لا، قالت لي لا زربتي علي، قالت لي ديال سيغ لاجو. ضرب لها الصبير بوي ساعنا. انت اسطوره. حاله واحده تيسامح لك الله، شنو هي؟ هي قال لك السيد انت تتمشي عند راجلها تقول لي سمح لي، وتخيل معايا الصابيري وجالس الصابيري حوا وحده مجوجه، واو الراجل تاع اختنا مقطر ود القحبه. السلام عليكم اخويا، كي داير لاباس عليك؟ انا مزيان اخويا الحمد لله، ناضي بخير كتا. يا سلام اخويا الزين خونا. بغيت نقول لك واحد الحاجه، الله يرحم لك الوالدين، هذاك خونا هنايا خويا يقول ماك مخلوع على صاحبي، يقول على صاحبي وخونا مقطر. اخويا راه حويت لك مرتك وسامح لي في نظرك. هذاك اللي جالس هنا اش بيقول لي؟ لا هاني عشيري حويتي لي مرتي. السلام عليكم جي جي نايس جيم جي جي، والله يا ولد القحبه وما تمعز لبك وقبر طبون امك وما قدت عليك زبك يا ولد القحبه شلح. وما عندهم ديك الثقافه، خص ديك عمليه النكاح عندهم وداك التزاوج يكونوا بعضياتهم ولاد القحبه بحال القن، خص شلحي تجوج بشلحه تطلع فوق انا واذا لقوا واذا لقوا اي صافي. خديجه هذوك الشيء اللي راه عندهم شويه خفيفه ولا تلقى اي طق 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 تلقى ولا تلقى زيتونه ولا تلقى عندو ارقام. انا عبد فهمتي تنقول اش هاد القلاوي هذا؟ كان با تيقول لي سير جلس عند جدك. تا طلعت معايا با كان تيضطري باش يبقى مع امي وهو في الدار، فهمتي، ويجي له عمليه الانتصاب وعمليه النعجه ضولي، فهمتي، الاستنساخ باش يستنسخوا لي اخويا الصغير. كان ديما تيديوني عند جدتي ريح عندها السبت والحد. وازبي الوالد تقول لي فاش كنت صغير سير ريح عند جدك، راه بغيت انا نولدوا لك خوك ولا اختك، انا نفهمها فاش نكبر. ما تقول لي سير لعب عند جدك وجدك، داكشي تا كبرت با عقدت ديك، فهمتي، زعما راه راك في البال. هاد الفيديو راه وصلك راك عقدت بيك، فهمتي، زعما تقول لي سير للسينما ولا هكا ولدي خمسه الدراهم سير لعب في البلاي ولا هكا ولدي سير للسينما عقدت بيك كبرت وعقدت. عز اللبسه ديالك وسير الطوبوكو. من داك النهار وانا محكوم عليا في الطوبوكو، يا فاش كنت عاودت عليكم في اللايف تصور معايا الشمس وانا واقف في الطوبوكو، تيجيو عندي ولاد القحاب دوك البراش، داك اللي ولد القحبه يلاه بداو تينوضوا ليه الزغب في بيطان وداروا على السنسله، وتيلبسوا ولاد القحاب دوك الشورت دوك الشويرطات اللي تيكونوا فيهم دوك الورد اللي تيكونوا فيهم دوك الحيوانات الاليفه، ومطلع ولد القحبه مزير وعلى زكو، وجايه مع شي دريه لابسه دوك السوتيامات تاع البحر تيكونوا دايرينها، يلاه بداو تينوضوا ليها بزازله، يلاه تينبتوا صغيورين وفرحانين، وانا مقابل الطوبوكو تيتزلقوا. واش يجي ولد القحبه تيتزلق هو الاول وتيبلوكي تيبلوكي الطوبوكو برجليه هكا باش تنزل هي، وتلاقاه هو وياها في وسط الطوبوكو ويقعدوا يجي يتباوسوا. انا تنشوف الطوبوكو تيتزعزع، والشاف ديالي بحرام صيفطني ولد القحبان قابل لي بوي ولا زبي ولا الطوبوكو، تنزل على القلاوي تندخل في القلاوي كامل، تلقى ولد القحبه تيبوس فيها خدامي وزبي وطف والو. وفين هي الرجوله ولد القحبه؟ وفين هي فين هي ديك الرجوله وديك الشهامه ولد القحبه وديك البساله الرجال؟ عادي ولد القحبه تقص ليه بنت فوق حجر عادي. حنا ديك الساعه حنا البنات كنا تنتبعوهم في القسم باش يريحونا في حجرنا، جي لهاد الجي وتتبغى نذكرك حاول تبقى تدير دابا تتقاس ليك فوق حجرك عاجي. ما بقاش داك المفهوم تاع الرجوله كيخصو يكون. انا من وجهه النظر ديالي انا اوبي